أخذنا المحاضرة الماضية يعني أخذناها يعني رسم الكوادريك سيرفيسز، أخذنا كم مثال يعني قلنا مثاليا ناخذ هذا المثال يقول sketch the graph of elliptic paraboloid، يعني هو مطينا يعني شكله محددين اياه، حتى لو محددين يعني من معادله ناخذه هو هذا elliptic paraboloid، يعني شيك المعادله مالته. اذا ارجع للتيبل ويقول z x سكوير على a سكوير زائد y سكوير على b سكوير b سكوير، هذا الاليبتيك بارابولويد هذا شكله، يعني من المعادله مالته اقدر اميز شكله. ولهذا حيكون هذا شكله تقريبا، يعني بس بالجزء العلوي راح يكون او الجزء الموجب، وراح يكون اتجاه z هو شكل واحد راح يصير. حتى ارسمه انا اعرف الفيرتكس مالته وين هو الفيرتكس بالنقطة الاصل، حتى ارسمه انا متخيل شكله هو هذا راح يصير تقريبا هذا شكله، لازم احدد هاي النقطة شقد وهاي النقطة وهاي النقطة، هاي النقطة راح يكون هي باتجاه الواي الاكس صفر، من هنا يصير صفر بس الاكس الواي هنا سالب هنا موجب، هنا الاكس قيمة الواي صفر وهاي النقطة شنو الاكس قيمة والواي صفر. بالزت اني شلون احدد الزت حتى احسب باقي النقاط، راح اخذ زت واحد او اخذ اثنين بكيفك يعني، بس انا هاخذه واحد راح يكون شنو معادلته حتى يبسط لي، راح يكون اذا اخذت زت واحد راح يصير اكس تربيع على اربعة زائد واي تربيع على تسعة يساوي واحد. هاي معادلة شنو معادلة الابس، معادلة الابس الاربعة شي تمثل الاي سكوير، يعني هذا القطر باتجاه الاكس يمثل قيمته شقد هو اكس تربيع زائد على اربعة زائد واي تربيع على تسعة يساوي واحد. هاي معادلة الابس، هذا شو يساوي جذر الاربعة هو اثنين، يعني قيمة هذا الاكس هو اثنين وهنا ناقص اثنين راح يصير زائد ناقص عندما يكون الزت واحد، هذا واحد وهذا واحد. نقطة الواي، الواي هو راح يصير هذا التسعة جذرة يصير زائد ناقص ثلاثة، راح يصير هنا ثلاثة عندما يكون الزت واحد وهنا ناقص ثلاثة عندما يكون الزت واحد. شوف هذا شكل تقريبا، اذا ناخذ يعني تريس باتجاه الاكس واي يعني من الاعلى مستوي موازي للاكس واي راح يكون شنو شكل بيضاوي. عندي مثال آخر، إذا عندي هايبربوليك بارابولويد، إن هذا الشكل الأخير هذا شكل هيش معادلة شكل سرج الحصان أو سرج هذا شكله تقريبا،
هاي يسمونه الهايبربوليك بارابولا. شلون راح ارسمه؟ اني حتى ارسمه انا عندي بارابولا، هاي البارابولا باتجاه الواي يعني يكون الاعلى باتجاه الزت واي او مستوي زت واي، لازم اعوض شنو؟ اول خطوة راح اعوض بالاكس صفر، حتى عوضة حتقول زت عوضة بالاكس صفر راح يصير واي تربيع على شنو؟ على اربعة اي اربعة. هذا يصير معادلة بارابولا، هذا زت هذا، هذا الواي وهذا الاكس، راح يصير معادلة بارابولا. إذا تذكرون اسم البارابولا راح يكون في شكل، وهاي معادلته. اكو بارابولا اخرى باتجاه المحور او باتجاه اكس زد، اكس زد يعني لازم اعوض هذا لما يكون اكس صفر، اذا كان الواي صفر راح يصير بارابولا اخرى z ناقص x سكوير على 9. يعني هذا حصير بارابولا اخرى باتجاه x إذا كان واي يساوي صفر. هسه حسبنا بارابولا اثنين، واحدة باتجاه محور اكس وزد وباتجاه محور واي وزد، يعني النقطة الأخرى حتى أحسب معادلة القطع أو هذا يصير الهايبربوليك، إذا هذا الفوق من على هذا إيش راح أسوي؟ أخذ على مستوى زت وأحسب هذا مستوى زت واحد، يعني أخذ واحد أفضل يصير أبسط لي، أخذ تريس عند بلانش جيت واحد راح يصير معادلة شنو؟ واي تربيع على أربعة ناقص اكس تربيع على تسعة يساوي واحد. هاي معادلة شنو؟ معادلة هايبربولا، هاي معادلة هايبربولا. يعني حصير هذا شكله، راح يصير عندما زت واحد هذا راح يصير، إذا زت هنا واحد
يصير هنا رسم آخر. بعدها اخذ شنو الزد ناقص واحد، لما نشوف معادلة اخذ هل تقريبا هذا اخذ اكس صفر واحسب البارابولا باتجاه محور اكس واي، يعني احسب هاي البارابولا، يعني احسب هاي. بعدها عوض الواي صفر احسب البارابولا هاي بالاسفل، يعني مقطع صير، واخذ زت واحد احسب هاي البارابولا، يعني اخذ هاي تقريبا تصير هيك. هاي راح تصير هاي هاي باربولا، بعدها احسب عوض زت ناقص واحد راح يصير لي، يصير لي هم قطع آخر بالأسفل، شكل يعني ما وضح حيل، يعني هذا الشكل تقريبا يصير. شوية صعب هاي بارابولا،
هذا شكله يصير شوي رسم يعني معقد شلون واحد يوصل بيناته بس هذا الشكل يعني اخذ ال احسب هاي البارابولا هذا شكلها اذا كان اكس يساوي صفر تطلع لي واي زد يساوي واي على اربعة واي سكوير على اربعة احسب هاي البارابولا بالاسفل باتجاه اكس وواي اتجاه اكس وزت العفو يكون زت اي ما كلها بالسالبة حصير اكس اذا كان واي يساوي صفر اكس يساوي زت يساوي ماينس اكس كوير على تسعة بعد اخذ زت واحد واحسب معادلة تطلع شنو بهذا الشكل تطلع هاي باربولا هاي بالاعلى يعني بهالاتجاه هاي يعني باتجاه الواي هاي زد واي تصير هاي باربولا هذا تقريبا شكلها تصير منها اذا اخذنا مسقط لها اذا اخذت زد ناقص واحد راح تصير هاي باربولا باتجاه الاكس العفو هذا الزد او هذا والاكس راح تصير هم هاي بربولا نفس هذا يعني هاي شكلها هنا تقريبا هو شوي رسمه معقد يعني بس يعني اذا تريدون الواحد حتى يفهم اكثر اكو يعني فيديوهات ترسم يرسم راسمينها بالحاسوب افضل تصير شويه نشوف ال نكتب هاي باربولا يعني هذا شكلها
بهذا الشكل هذا إذا كان هذا يعني هذا الشكل إذا هاي البارابولا إذا كانت من آخذ x صفر راح يصير z يساوي y تربيع على 4، وهذا يكون هذا z باتجاه العمودي اتجاه الأفقي راح يكون ال y، راح يكون بارابول هذا الرسم. بعد هاي إذا كان شنو بارابولا راح تصير للأسفل باتجاه مفتوحة للأسفل، إذا كانت شنو من عوض واي صفر راح تصير بارابولا يساوي زد اكس ماينس اكس سكوير على 9. بعد إذا عوض الزد هذا هذا من الأعلى، هذا إذا عوضت راح يكون بارابولا العفو هاي بارابولا إذا كان شنو إذا سقطنا من الأعلى حيصير بارابولا باتجاه الأكس أكسس، بس من الأسفل تكون بارابولا من هاي بارابولا من الأعلى باتجاه الواي. بناخذ زد يساوي 1 راح يصير هايبربولا من الأعلى باتجاه الواي، وداخل زد ماينس 1 راح يكون بارابولا هايبربولا العفو باتجاه الاكس يصير من الأسفل. سؤال عليها يعني لا واحد يرسمها هذا راح يصير هيك شكله تقريبا. وهذا الشكل يصير يعني هاي بربولة هذا راح يصير هذا الواي هذا الزت باتجاه الزت هذا راح يصير زت منا عمودي هذا إذا كانت زت يساوي 1 راح يصير هاي هنا هايبربولا أخرى راح يصير هذا
باتجاه الآخر هي هاي يصير نفسها. إذا كان زد يساوي ناقص واحد، هاي هنا بارابولا إذا كان شنو واي يساوي صفر وتساوي زد ناقص اكس تربيع على 9. هاي البارابولا الأخرى جاية من اكس يساوي صفر وتساوي زد واي على ار. عندي موضوع اخير بهاي موضوع الكوادريك سيرفيسز، هو شلون نسوي تحويل الاحداثيات، يعني انقل الشكل الى مكان اخر او غير احداثياته، يسمون translations of quadric surfaces. اخذ مثال مباشرة، يقول describe the surfaces z يساوي x ناقص 1 سكوير زائد y بلس زائد 2 تربيع زائد 3. شو راح اسوي؟ هذا شو يشبه؟ يشبه هذا الشكل. وهذا شو يمثل؟ هذا يمثل بارابولا، يعني هذا الشكل. هذا إليبتيك بارابولويد، يكون زد اكس تربيع زائد واي تربيع. الاي سكوير والبي سكوير هو يساوي واحد واحد، يعني هم اثنتهم. صراحة نفرض هذا يشبه الزد سكوير، معناه شنو؟ راح ابسطها وخليها مثل هاي، راح انقل 3 الى زد، فاصل زد ناقص 3 اكس ناقص 1 تربيع زائد واي يساوي 2 تربيع. حتى اغير احداثياته وانا عندي هذا الشكل تقريبا، وهذا الشكل، هذا الإليبتيك بارابولا. صارت عندي معادلة Z ناقص 3 X ناقص 1 تربيع زائد Y زائد 2 تربيع. هو يشبه Z X تربيع زائد Y تربيع، يعني هذا رسمه، هذا الشكل، هذا رسمه. أنا شراح أسوي؟ هو نفس الشكل، معناه شنو؟ هذا تغير بإحداثياته من هذا الرسم، يعني احداثياته تغيرت. شو اسوي؟ اخذ نقطة، هاي النقطة على الزد 3 والاكس قد 1 والواي هو ناقص 2. هذا معناه شنو؟ الفيرتكس هذا مالته يتحول، صار مو بالاوريجن، صار الفيرتكس بهاي النقطة. هاي النقطة هنا 1
اكس واحد مع واحد الواي ناقص اثنين والزد ثلاثة حصعد ثلاثة يعني الفيرتكس راح يصار هنا يعني هذا الشكل يصير بس يتحول إحداثياته شوف يتحول إحداثياته من أوريجين إلى شنو إلى إحداثة نقطة واحد ناقص اثنين ثلاثة واحد ناقص اثنين ثلاثة أخذناها من هذه القيم الزد هو راح يصير ثلاثة الأكس واحد والواي ناقص اثنين عندي هذا الشكل الآخر يعني describe the surfaces 4 أكس تربيع زائد 4 واي تربيع زائد زد تربيع زائد 8 واي ناقص 4 زد الأربع أكس تربيع ما عندي مشكلة بيها راح أبسطها المعادلة يراد لها تحليل أربعة واي تربيع عندي أربعة أكس تربيع زائد أربعة واي تربيع زائد 8 واي راح اخليها كلها بجهة واحدة زائد زد تربيع زائد ناقص 4 زد ناقص 4 زد يساوي ناقص 4 أنا شو أحتاج هنا حتى أبسطها بالكمال مربع راح أخذ زائد 4 أضيف زائد 4 هالطرف والطرف الثاني حصير زائد 4 هذا شنو حتى أحللها بالكمال مربع الزيت هم راح أضيف لها زائد 4 بهذا الطرف والطرف الثاني بعد اللي يساوي الطرف الآخر يصير هم زائد 4 راح أحللها 4 أكس تربيع ما عندي مشكلة بيها راح يصير زائد 4 واي الأربعة أخذناها عامل مشترك واي يساوي زائد 1 تربيع زائد الزد ناقص اثنين تربيع ناقص اربعة زائد اربعة زائد اربعة راح يصير يبقى بس اربعة راح اسوي راح اقسم على اربعة الأكس تربيع يصير زائد واي زائد واحد تربيع زائد الزت ناقص اثنين على أربعة يساوي واحد هاي المعادلة هي تشبه شنو؟ تشبه معادلة شنو؟ الإليبتيك أو هذا الإليبس معادلة الأكس تربيع على أي تربيع زائد الواي تربيع على بي تربيع زائد الزد تربيع
على سي تربيع يساوي واحد. ولهذا حتكون احداثياتهم من هالمعادلة يعني هو راح يصير شكله هذا، هذا الابتكار ذكرونه هذا هذا الشكل البيضاوي. ايش راح يصير؟ بس يتغير احداثياته. انا عندي زد هو الاكس يبقى نفسه هو صفر، الواي عندي زائد واحد يعني ناقص واحد اخذ، والزد هو 100 يعني ما حيصير السنتر مالته وهذا بالنقطة الاصل، لا راح يتحول الى هذا السنتر مالته هو صفر ناقص واحد واثنين، يعني هاي النقطة يتحول من صفر ناقص واحد واثنين. المفروض هاي النقطة بالمنتصف هاي تكون منطبقة بالأوريجين، بس شنو من تغيرت معادلة راح تكون تتحول إلى هاي النقطة. أكو سؤال؟ هل عنده سؤال؟ فيكتوريا ريت عيد يا عز السريع. عيد يا عز السريع. هذا السؤال يعني بس يريد يعني نقل الاحداثيات بدل ما يكون بالسنتر، يعني هو سنتر شكل منطبق على الاوريجين هو اتحول. انطانا المعادلة، معادلة يقول 4 اكس تربيع، يعني لازم ابسطها وانقلها اخليها مشابهة لواحد من الاشكال. انا عندي 4 اكس تربيع وعندي 4 واي تربيع زائد زد تربيع، معناه هو كله شنو مثل بالنوع الاول، هو اما يكون اليبتك او الهايبربولا. الأربعة أكس تربيع ما عندي مشكلة بيها لأن ما عندي الأكس أو هذا معاملات أكس أخرى. عندي الأربعة واي تربيع وعندي زائد 8 واي، راح بس أخليهن أرتبهن، أخليهن واي جهة والزد. أخذ 4 واي تربيع زائد 8 واي، احتاج شنو؟ احتاج 4 حتى اقدر احللها بكمال مربع. راح اضيف 4 للطرف الايسر و4 للطرف الايمن، هو يعني 4 بالطرفين واحد واحد، بس راح اضيف هنا وهنا حتى ابسط حل مالتي. من احلله اخذ 4 عامل مشترك، يبقى واي تربيع زائد 2 واي زائد شنو؟ واحد، ويساوي بعد ما احللها حيصير 4 واي زائد واحد تربيع، يعني تحليل مباشر تقدر تحلله، زائد زد تربيع ناقص 4 زد. راح احتاج شنو حتى تصير احلها بطريقة كمال المربع؟ لازم اضيف 4، راح اضيف 4 بهذا الطرف الأيمن وأربعة بالطرف الأيسر. من أحلل الكون المربع راح يصير يعني عندي الزد تربيع ناقص 4 زد زائد 4، من أحلل الكون المربع راح يصير النتيجة مالت الزد ناقص 2 تربيع. هذا حيبقى ناقص 4 زائد 4 زائد 4 حيبقى 4. حتى أبسط المعادلة أخليها قريبة للإليبتيك
أقسم 4 على الكل يبقى المعادلة x تربيع زائد y زائد 1 تربيع z ناقص 2 تربيع على 4 يساوي 1. هاي المعادلة تشبه شنو؟ عندي الـ x تربيع على اي تربيع، الـ اي تربيع هنا يساوي 1 ويساوي y تربيع زائد 1 كل تربيع على b تربيع، يعني يشبه الـ y تربيع على b تربيع. هنا الـ y مضاف له 1 يعني ناقص 1، والـ z ناقص تربيع ناقص 2 تربيع على 4، يعني هنا سي هنا التربيع هو 4 وزت هنا هو ز التربيع مضاف له ناقص 2، يعني حصير النقطة هنا ما الأكس تربيع ما عنده مشكلة به، يعني اكو نقطة خلينا نكتبها أفضل، أكس تربيع زائد واي زائد 1 تربيع زد ناقص 2 تربيع على 4 ويساوي 1. هذا يشبه شنو؟ هذا يشبه x تربيع x تربيع على اي تربيع هذا الجزء زائد y تربيع على b تربيع، وهذا يتقاطع وياه، وهذا z تربيع على c تربيع. هذا الشكل يعني يشبه هذا الشكل ويساوي 1، هذا البيضوي الاليبتيك. الاكس هنا ماكو شيء، يعني باقي نفس الاحداثيات، الاكس ما صار بها اي تغيير، يعني الزت راح يبقى الاكس العفو صفر. الواي هنا قال واي زائد 1، معناها شنو؟ احنا ضايفين له ناقص 1، مغيرينه منزلينه باتجاه السالب، يعني متحرك باتجاه السالب باتجاه الواي ناقص 1، يعني مرتبه واحده. بعدها الزت هنا شنو؟ رفعناه فوق، رفعناه فوق مقدار يعني 1 تين، الشكل يعني رفع صار 1 تين، ولهذا السنتر مع البيضاوي هذا يتحرك، وهذا الشكل منطبق بشان هاي نقطة بالنقطة الأصل، تغيرت صارت شنو؟ أداتياتها 0 ناقص 1 2. واضح؟ عندي هذا التيبل، يعني معادلات الستة هذن أو ستة أشكال، يعني خلاصة له، يعني يقول إذا عندي هذا الإليبتيك هو يقول ما بي سالب معادلته، هذا الإليبسويد، الهايبربوليد أو وان شيت بس ماينس 1 يعني بس سالب 1، بالهايبربوليد أوف تو شيت بيشنو سالبين 2 ماينس ساينس، إليبتيك كون يقول نو لينير كير، يعني ماكو كله كوادرك من الدرجة الثانية، Z تربيع وأكس تربيع واي تربيع، يعني هاي صيغة بيها 1 هاي بيها 1 هاي بيها 1، هاي ثلاث صيغ، ثلاث صيغ المتبقية ماكو واحد هنا كلها صفر، بس الإليبتيك كون بي Z سكوير، بالاثنين الثانيات شنو؟ كلها Z Z، يعني ماكو Z سكوير بس من الدرجة الأولى، يعني Z. و
هذا بي شنو 2 ساين ماينس ساين، وهنا شنو بس ساين واحدة يعني 1 ماينس ساين، يعني سالب واحد هنا وهنا سالب هنا، فرق بينات بس مجرد تمييز. هذا مقارنة بيناتهم. عندي موضوع آخر أو موضوع الأخير بهذا الفصل، هو الـ cylindrical and spherical coordinate system، يعني أحداثيات الأسطوانية والكروية، وهذا ذكروا احنا اخذنا تعرفون قلنا الريكتانجولار بدايه الشابتر او بدايه الفصل هذا، اخذنا قلنا الريكتانجولار او كارتيزيان كوردينيت سيستم، نظام احداثيات الريكتانجولار او الكارتيزيان، هو يعني اكس واي وزد. أنا ذكرون أنت يمكن ماخذين البولار سيستم، إذا البولار سيستم أخذتوه إذا كان X و Y يعني واحدة 2 dimension، قلنا الـ R و theta، هذا راح أخذ الـ cylindrical هو نفس البولار تقريبا، راح يكون cylindrical coordinate أو polar coordinate بـ R theta، والبعد الثالث هو Z. يعني اي نقطة احددها مو اكس واي وزد، بس راح اخذ ار وثيتا وزد. النوع الاخ الثالث هو السفريكال كوردينيت رو، هاي نسميها رو ثيتا فاي، رو ثيتا فاي، بدل ما استخدم اكس واي وزد او ار ثيتا زد، راح استخدم احداثيات سفريكال كوردينيت رو ثيتا فاي. الاحداثيات بالريكتانجولار، هذا ريكتانجولار ليس ما ريكتانجولار، شوفوا ان اي نقطة احددها بالاحداثيات اكس واي وزد راح تشكل لي مكعب او شكل لي شكل مستطيل، يعني اخذ هذا الواي يعني اي نقطة اريد امثلها، اذا عندي هذا الواي هذا الزد هذا الاكس، اذا اخذ نقطة عندي هذا الاكس، وعندي واي هذا هاي النقطة، انا ثبتت الواي للنقطة هاي وثبتت الزد هذا الزد، هذا راح شراح يسوي، انا حتى احدد نقطة هاي النقطة هي هاي قيمة اكس وهذا الواي وهذا الزد، ولهذا يشكل لي كشكل ركتانجولار اذا كان ثلاثي الابعاد، يعني هاي النقطة اذا احددها اخذ واي واخذ اكس وارتفع باتجاه شنو الزد، ولهذا حتشكل لي شكل ركتانجولار. الريكتانجولر يعني ياخذ اي قيمه، كل القيم ياخذها الموجب والسالبه، اي قيمه ببالك يقدر يدخلها، يعني ما عندي يعني حدود او انترفال للقيم الريكتانجولر كوردينيت. بالسلندريكال
ليه 8 سلندريكال؟ راح يشكل لي شكل اسطواني. عندي الار والثيتا، يعني اذا عندي هذا هذا الشكل، عندي هاي الثيتا، اذا كان هذا الاكس الموجب، قيمة موجبة، وعندي الواي وعندي الزد. الثيتا راح تكون هاي الثيتا، زاوية من الموجب الاكس الموجب باتجاه الار، هذا الار راح يصير هذا نصف القطر. ايش راح يشكلوا لي؟ شكلوا لي دائرة. اخذ الزد راح ارتفع من الزد، ارتفع من هذا الزد، ولهذا راح يشكل لي اسطوانة. يعني اخذ الثيتا ثبت مستقيم هذا الار، من اخذ الثيتا تشوفون هذا رسمت الخط المائل وقيس شنو قيمة الار، بعد اصعد باتجاه الزد. ايش قد قيمة الزد؟ هذه نقطة، هاي النقطة احددها، ولهذا راح شنو اذا سويناه شكل مجسم خيلناه شنو راح يصير شكل اسطواني، ولا سميناه سيلينديكال كوردينيت. الار هنا يكون لازم يكون كله قيمته اكبر او يساوي صفر. ليش اكبر يساوي صفر؟ لان ما عندنا نصف قطر اقل من الصفر، يعني ما ينطيني شكل الصفر يمثل النقطة، ولهذا يكون الار اكبر او يساوي صفر. يعني شوف صار هنا عندي حدود، صار انترفال يعني القيم. الثيتا راح تكون هنا اكبر او يساوي الصفر، يعني هاي الزاوية لها حدود من الصفر الى 360، راح الزاوية تكون من صفر ل 360، لان يعني دائرة كاملة هو من صفر ل 360. الزت ما عندنا مشكلة بأي قيمة. النوع الثالث من الكوردينيت سيستم هو السفريكال كوردينيت. هذا نفسه ار وثيتا، تقريبا نفس ال، بس يختلف به بالشنو، صار بإضافة أخرى. عندي الثيتا، هاي الثيتا هاي الثيتا نفس ال سلينتيكال، هذا هنا راح يصير شنو؟ هذا يصير الرو، وهاي الزاوية الرئيسية راح تكون الفاي. من اخذ ثيتا اصعد مقدار حتى يحقق لي الرو، هذا المستقيم، هذا كنوع قطر وبزاوية فاي. هذا الشكل راح يشكل لي شكل كروي. أتحدد نقطة راح يحدد لي شكل كروي، لازم آخذ الثيتا
واخذ الرو هذا الرو وزاوية رأسية وياه. انا احدد ثيت حددته حددت هذا خط مستقيم راح يصير يعني كأنما شريحة هنا قاطعها ويا شنو اخذ مقدار الرو مقدار الزاوية فاي راح اشكل لي شنو شكل كروي الرو اكبر يساوي من صفر هذا يعني لا حدود الثيتا من صفر 360 نفس السلندريكال لازم دوار دائرة كاملة والفاي لازم من صفر إلى 180 من صفر إلى 180 واضحة هاي؟ هل عندي سؤال عليها؟ هل عندي سؤال؟ عفوا دكتور يا شرحت شيء ما عندي مشكلة بس مو فهمتوها اساسا نوضح لكم اياها. راح ناخذ عليها امثلة وتعرفون شلون راح تجي. هذا السفريكال هذا يفيدنا باحداثيات يعني احداثيات قريبه للارض الطبيعيه يعني شلون نحسب الارض وهذا احداثيات مالتها يعني ياخذ شكل الكروي ياخذ شكل الارض ولهذا مهمه خاصه بالمساحه وغيره يعني عندي موضوع هو كونستانت سيرفيس هو نفس المعنى راح اخذناه ريكتانجولار من احدد اي نقطة عندي نقطة على فرضا واحد واثنين وثلاث اذا احدد هاي النقطة ايش راح يسوي؟ هو قايل كونستانت سيرفيس او بلينز عندي الواحد هنا اكس واحد هذا الاكس عندي هاي النقطة وهذا الواحد هنا هذا الواحد راح يشكل لي بلين هذا بلين اكس يساوي واحد عندي الواي والزد الاثنين راح يشكل لي بلين عند شنو الواي اثنين عندي هذا الواي هذا بلين الاخر واي يساوي اثنين الزت راح يشكل لي بلين هذا ثلاثة راح يشكل لي بلين آخر راح يتقاطعون في نقطة ثلاث بلينات في نقطة واحدة هاي النقطة ايش نسميها؟ هي النقطة المطلوبة هاي واحد اثنين ثلاثة يعني حسب الشكل هذا تشوفونه هذا بلين الوردي هو زت يساوي زت نوت
الأخضر عندما يكون x يساوي x نوت، والأزرق هو y يساوي y نوت. هذا بلينات تقاطع كلهم في نقطة تقاطع واحدة، هي النقطة تقاطع تمثل النقطة هاي. عندي السلندريكال الآني هذا ليش اخذت مستويات او سيرفيسز حتى يشوف شكل السيرفيسز بالكوردينيت سيستم. ثلاث انواع، شوف شكلها هنا شرائح او مستويات. بالسلندريكال شو راح يصير؟ عندي ار يساوي ار نوت، وثيتا يساوي ثيتا نوت، وزت يساوي زت نوت. كأنما الآر هو آر نوت هو قيمة ثابتة، أي قيمة والله، أي قطر يعني 3 4، ثيتا 30 60 80 180 يعني أو كذا. الزت هنا ايش راح يمثل؟ زت نوت ياخذ لي شريحة مستوية. الثيتا شو يمثل لي؟ راح يشكل لي اسطوانة. هاي اسطوانة شكل لي اسطوانة الزرقاء، هاي حتشكل لي هاي ثيتا، راح اسوي دائرة ونمدها الى الاعلى شكل اسطوانة. الزت يشكل لي شريحة او بلين. الار ثيتا عفوا الار انا ويا ثيتا راح يولد لي شريحة، نصف شريحة للاعلى. يعني إذا عندي هاي الثيتا ايش راح يولد لي؟ تولد لي اسطوانة هاي الثيتا. الآر هذا الآر ايش راح يولد لي؟ راح يولد لي هاي الشريحة، وهذا السيرفس مالته. الزيت راح يولد لي شريحة أفقية، العفو مستوي، ولهذا راح يتقاطعون في على فرضا بهاي النقطة. هاي تمثل هي الـ R نوت ثيتا نوت زائد زد. بالسلندريكال العفو سفيريكال راح يصير شيء، يصير عندي الار راح يولد لي شريحة نفس الشريحة بالسلندريكال. هاي الشريحة هذا كان هذا عفوا ده الثيتا راح يسوي لي هنا شنو؟ شريحة. هاي الشريحة إذا كانت ثيتا الفاي راح يولد لي مخروط، لان هاي زاوية فاي. الرو راح يولد لي
أشبه بالكرة، يعني هاي كرة يعني. هذا كان الرو، هذا يعني هذا الشكل يصير، هذا مجسم شوية. الله، شوفوا شوفون تخيلون هذا. يعني هذا اللون الأخضر يمثل المخروط، مخروط جاي نتيجة الزاوية الرئيسية. هاي الكرة الموجودة هي تمثل الرو، وهذا الشريحة الوردية تمثل نتيجة من الثيتر، يعني السيرفس جاي من الثيتر. عندي مخروط و بلين مستوي وكرة. واضحة هاي؟ هاي مجرد توضيح، أنا حتى موضوعنا الأساسي يعني الفكرة الأساسية من الأحداثيات في مين جت هي. الموضوع الأساسي مالتي يعني اللي أشتغل هو تحويل الأحداثيات، يعني الموضوع الرئيسي شلون أحول الأحداثيات، هذا مهم عندي يعني أحتاجه. وأعطيكم الفكرة الأساسية من الموضوع، من الإحداثيات منين جت وشون صارت. بعدها يعني موضوعنا الأساسي هو converting coordinates، شلون أحول الإحداثيات إلى cylindrical، rectangular، rectangular إلى cylindrical، spherical إلى cylindrical، وهكذا يعني. واحد شلون أحول الإحداثيات cylindrical إلى ريكتانجلر أو شو راح أسويها؟ عندي هذا الرسم، إذا عندي هاي النقطة هذا عندي الثيتا وهذا الآر، إذا عندي هاي أي نقطة هذا بيكون نقطة بي، هاي نقطة بي، هذا الواي وهذا الاكس يعادلها، إذا عندي هذا الواي وهذا الاكس وهذا الزد، احداثيات اكس وواي وزد، حتى اوجد معادلة بيناتهم. انا عندي ثيتا وار، هذا يمثل هذا اكس هنا شو يساوي؟ شلون اقدر احسب علاقه، يوجد علاقه بين ار والثيتا؟ عندي هذا الوتر وزاويه، عندي الاكس على الار شو يساوي؟ مجاور على الوتر يساوي كوساين ثيتا، اذا الاكس يساوي ار كوساين ثيتا. والواي راح يصير مقابل ار ساين ثيتا، يعني اذا اريد
الار والثيتا هي تمثل الاحداثيات السلندريكال، الاكس والواي تمثل احداثيات تعادلها بالريكتانجولار. اذا اكس اذا احسبها من اذا عندي ار ثيتا اقول اكس يساوي ار كوساين ثيتا والواي ار ساين ثيتا. الزيت هو بالسلندريكال والفيرت والريكتانجولار هو نفسه، راح يصير زيت هنا يساوي زيت. إذا بالعكس أحسب عندي ريكتانجولر وال إذا حولها إلى سلندريكال عندي الآر شلون أحسبها من معادلة هنا، وعندي وتر هو هذا واي والإكس معلوم، راح أقول تحت الجذر حسب نظريات بيثاغورس إكس تربيع زائد واي تربيع. ثيتا ايش راح يصير؟ عندي الاكس والواي معلومات، راح نقول تان ثيتا يساوي واي على اكس، والزت هو نفسه. هاي المعادلات هي نقدر نحول بهم مباشره السلندريكال ريكتانجولار او ريكتانجولار سلندريكال. إذا لازم أوجد علاقات بين السفريكال والسلندريكال كوردينيت، شلون راح أوجد علاقات؟ يعني هم نرجع نرسم هذا يمثل الرو، هاي الزاوية فاي، هنا الثيتا الثيتا هي نفس الثيتا بالسلندريكال والسفريكال، هذا يمثل الار. هاي الزاوية هنا قائمة معنى هذا الوتر يمثل. شلون اوجد علاقه بيناتهم؟ هاي الثيتا هي هاي الفاي هي نفس الفاي بالتبادل، اذا راح اوجد علاقه هذا الار وهذا الرو ار ار رو، يعني هذا الار مقابل على الوتر شو يساوي؟ ساين فاي. إذا الآر شو يساوي؟ أو ساين ثيتا فاي، والثيتا هي نفسها ما بيتغير يعني بالنظام. الزيت ايش راح يصير؟ أنا إذا أحسب الزت هذا ارتفاع راح يمثل مجاور زت ار الوتر، هو يمثل شنو؟ كوساين فاي. إذا الزت يساوي رو كوساين فاي. إذا بالعكس عندي الار والفاي والثيتا والزت معلومات، أريد الرو والفاي، الرو شو يساوي؟ الرو هنا الوتر هو، عندي الزت والار معلوم، هذا الزت معلوم والآر معلوم، معناها شنو تحت الجذر؟ زد تربيع زائد آر تربيع. الفاي شلون أحسبه؟
عندي ثيتا ونفس ثيتا بالحالتين ماكو مشكلة بالتحويل. عندي الفاي ناخذ الأروزة معلوم تان فاي مجاور العفو مقابل ار عز إذا عندي سفريكال إلى ركتانجولار أنا عندي شنو؟ راح أبدي من السلندريكال نحولها للركتانجولار. ركتانجولار عندي ويت سفريكال زيد أكس يساوي 4 كوساين ثيتا. من حسبته قلنا الاكس يساوي 4 كوساين ثيتا. وعندي الار شي بال سنة حياك دكتور تاخذ حضور من هسه يعني اي ماشي ما هسه ان شاء الله بس يعني خلينا نكمل هاي الجدول وان شاء الله تمام. عندي الار شي يساوي بالسفريكال هذا تحوله بين السفريكال والسلندريكال. عندي الار يساوي رو ساين ثيتا هاي معادله ثانيه وهاي المعادله الاولى راح اعوض هاي بهاي راح يصير اكس رو ساين فاي هذا فاي كوساين ثيتا. والواي اوجد علاقة بين الواي الواي هنا يساوي ار ساين ثيتا الار هنا عوضه رو ساين ثيتا فاي راح يصير واي رو ساين فاي ساين ثيتا. الزت هنا هو نفسه بالشنو بالسلندريكال والركتانجولار بس الركتانجولار علاقة الزت بين السفريكال والسلندريكال راح اوجد هاي العلاقة واحد نفسه راح يصير رو كوساين فاي. الرو هنا بين السلندريكال عندي من ده حول ركتانجولار سفريكال عندي الرو تحت الجذر اكس تربيع العفو ار تربيع زائد زد تربيع هذا بالسفريكال العلاقة بين السفريكال والسلندريكال. انا اذا بريد بين الريكتانجولار بين الاكس والواي والسفريكال عندي الار هنا شنو شي يساوي المعادلة هاي R يساوي تحت الجذر X تربيع زائد Y تربيع راح أربعه هنا شي يصير يصير X تربيع Y تربيع زائد Z تربيع. الثيتا هنا شي يساوي تان ثيتا واي على اكس يعني يشبه هاي بالضبط. والكوساين فاي راح يصير زد على تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع. هاي يعني
فهموها وتحفظونها بكيفكم، ها حتى واحد يحاول مباشرة. أنا جاي شرحت هاي كلها شلون، منين جت هاي بالأصل يعني، منين حسبناها. حتى المحاضرة الجاية ناخذ شنو أمثلة على هذا الموضوع، هو موضوع بسيط إن شاء الله حتى ننهي الفصل إن شاء الله. أكو سؤال؟ نعم اسمعك. بخصوص الطلاب الاثنين عندنا ابراهيم محمد وعبد الهادي. جيد جيد، بس لحظة خلينا نكمل السمارة وحتى نضيف ان شاء الله. هاي السمارة مال الحضور يمكم.
حذيفة اسمهم بالضبط؟ تسمعني؟ ابراهيم محمد عواض. لا. وعبد الهادي احمد خاشق. ابراهيم. احمد عواض. احمد. محمد عواض العفو. ماشي. الاخر من هو؟ منو بعد؟ ابراهيم محمد عواد ومن النور؟ عبد الهادي. عبد الهادي احمد خاشق. عبد الهادي دكتور العفو همين انا الجديد من اول محاضره. انت نقل جديد؟ اي نعم دكتور. شو عندي مشاكل بالرمز مال اليوم من اول محاضره. اي ماكو مشكله. ماكو مشكله. اسمك مضاف بال يمي بالكلاس. والله ما اعرف دكتور انا اول محاضره لي. بس لحظه خلنا تشيك. شو اسمك انت؟ امام بثير حميد. امام. ايه موجود مضاف انت. خلاص ايه موجود تمام. يعني بس اول محاضره حضرت هاي ماكو مشكله. اي نعم دكتور. المحاضره مالت البارحه والله هو شويه طويل هذا جاي.